أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أرقى المعايير، توصل شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة الإشراف على أعمال البناء في مستشفى المفرق الجديد، والذي تكتمل كافة مراحله الإنشائية بحلول منتصف عام 2014. مشروع الصرح الاستشفائي الجديد الأضخم في المنطقة ومرافقه، في تقرير أحمد اليمواحي. آمنوا بقيمة الإنسان فسخروا كل سبل الحياة له. ذات يوم سطرها رجل بمداد حكمته. الرجال هم الذين يصنعون، المصانع لا تصنع الرجال. قيادة حكيمة وضعت سلامة شعبها في مرتبة قل من يضاهيها بين الأمم. صرح اختزل أفضل ما توصلت إليه حداثة العمران وعلم الهندسة. تنوء ريشة دافنشي برسمه وتخترق زواياه شبكية مرتاديه. ليس مركزا تجاريا أو تحفة معمارية يرتادها السياح، إنه مستشفى المفرق بحلته الجديدة. مبنى رئيسي من 4 أبراج، البرج الأول جراحي وطوارئ، البرج الثاني والثالث للمرضى المقيمين، البرج الرابع للأطفال والنساء. كما يتكون من المستشفى مبنى عيادات ومباني خدمات مساندة ومهبطي طائرات. تم تصميم المشروع على 300,000 متر مربع بسعة 745 غرفة ليكون بديل للمستشفى الحالي. 2014 سنكون على موعد مع اكتمال المراحل الإنشائية للمستشفى. المشروع الذي يحظى بإشراف مباشر من شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة في سبيل توفير الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي، انفرد بخصوصيته كمركز مختص لجراحة الصدر والعظام وعلاج الحروق في الدولة. المستشفى الجديد يعتبر مستشفى تخصصي طوارئ وحوادث، والمستشفى الوحيد في دولة الإمارات الذي به مركز رعاية لمتقدمي الحروق. بكلفة 3.5 مليار درهم يسعى القائمون هنا لتعزيز مكانة هذا الصرح على قدم وساق، ليصبح باكورة اهتمام حكومة أبوظبي بالإنسان كقيمة يجب الحفاظ عليها. الصحة التاج الذي يشير له العليل فوق رؤوس الأصحاء، هنا يضع هؤلاء بجانب معاولهم ولبناتهم قيمة تسعى أبوظبي إلى تعزيزها. صحتكم التي وضعت بين أيد أمينة نرسخها بمنشآت عظيمة. أحمد اليماحي، قناة أبوظبي.